جد. إنها الكوليرا، من تصب تمت خلال ساعات، ومن تخطئ فقد يكتب له عمر جديد، كحال هذه السيدة التي نجت من الوباء الذي ضرب هايتي قبل نحو عامين وحصد أرواح المئات من سكانها. هذه العيادة في بلدة سانت مارك تستقبل أكثر من 200 حالة إصابة بالكوليرا أسبوعياً. قبل نحو عامين وصلت إلى هنا مجموعة من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، وقد جاءوا من نيبال، وقيل إنهم هم من حملوا معهم جرثومة الكوليرا الوبائية إلى البلدة. وبعد أسابيع من وصولهم سجلت في البلدة أول حالة إصابة بالكوليرا التي تنتقل عبر المياه الملوثة ومياه الصرف الصحي. الأمم المتحدة كانت قد أقرت في تقرير سابق بتردي خدمات الصرف الصحي داخل المجمع التابع لها في سانت مارك. المصدر الأكثر احتمالاً للجرثومة التي ضربت هايتي هو شخص مصاب بالسلالة الموجودة هناك، وربما كان هذا الشخص على صلة بالمجمع التابع للأمم المتحدة في هايتي. عندما ضرب الوباء البلدة الساحلية احتار الأطباء في بداية الأمر ولم يعرفوا ما الذي كان يجري، فالوباء لم يزر الجزيرة منذ أكثر من قرن من الزمن. ترى كيف ترد الأمم المتحدة على الاتهامات الموجهة إليها بالتسبب بنقل المرض إلى هايتي؟ لا أستطيع الإدلاء بأي تصريح، إذ يجب أن يأخذ الأمر مجراه القانوني. لكن الوباء لا ينتظر، فهو يواصل حصد المزيد من أرواح أهل هايتي وخصوصا الصغار وكبار السن منهم. ومن المنظور الأمريكي فالحل يكمن في تطوير البنية التحتية للجزيرة، كما جاء على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. لقد توحدنا خلف هدف واحد، ألا وهو الاستثمار في شعب هذه البلاد وفي مشاريع البنية التحتية من أجل وضع هايتي مرة أخرى على طريق النمو. وفي الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لملايين البشر في العالم، فإنها تواجه في هايتي أزمة حقيقية ربما تكون من صنعها.